طب ايه مشاكلك كانت معاها يعني غير المشكله دي مثلا بتاعت ال 250 جنيه و 500 جنيه؟ ما كانش في مشاكل ساعتها. طب انت شايف ان ده يستاهل انها تولع في نفسها؟ الله اعلم. ما انت شايف البيت وعايش في البيت، مش انت الزوج وانت رب الاسره وعارف تفاصيل بيتك يعني عارف. انت اكتر واحد عارف بمشاكل بيتك الجوانيه. الله اعلم. يعني هي كان عندها مشاكل تانية غير 500 جنيه هي ولعت نفسها ليه؟ ما ده سؤالك انت سالته نفسك. هو زي ما كان زي الكلام اللي انا بقوله لك ده بالظبط، هو ده اللي حصل. عشان 500 جنيه؟ هي كانت بتهددني. طب ما بس هي جت كده معاها. ايه؟ هي كانت بتهددني بإيه؟ بس هي جت معاها كده. ازاي بتهددك بايه؟ بتهددني بتقول لي انا اولع في نفسي. طب انت قلت لها يا ماتي اولع في نفسي؟ ما قلتلهاش حاجه، قلت لها طب وريني هتولع في نفسك ازاي؟ بس ادي اللي قلته لها. قاعد انا على كرسي الانتريه في الصاله، لقيت حاجه جايه بتجري عليا مولعه من المطبخ. قد ايه تقريبا حصل الحكايه دي؟ مفيش يعني انت قلت لك هولع في نفسي، قلت لها ولع وريني هتعمل ايه؟ مظبوط؟ مظبوط. بعد قد ايه بقى جات لك ولعه؟ مفيش دقيقه. بتصوت وتقول لي هي الله يرحمها. الله يرحمها وتعلمها. الله يرحمها ويسلمها. كانت متعلمه؟ معاها دبلوم. الله يرحمها ويسلمها. بتعرف يعني في الكمبيوتر وكده؟